7 سبتمبر 1944، تسجلت واحد الحالة ديال القتل اللي كان الضحية ديالها واحد الدري صغير يالله تزاد. التربية ديال هاد الدري الصغير لقاوه ميت في السطح ديال واحد المبنى، وصبع عليه اتهام تاجهو ديريكت لمو اللي كانت سميتها دوريتين جيل بيرتل. عاد ختنا هادي اللي كانت مريحة مع واحد عشيرها في واحد لوطيل في لوس انجلوس، وفي واحد الليلة من الليالي عاد ختنا هادي حسات بالوجع ديال الولادة، الشي اللي خلاها تمشي ديريكت للطواليت بلا ما تقولها لعشيرها. وتما فين غاتبلز ولدها بوحدها، ختنا كيف ما حطاتو كان يحسب لها بلي راه تزاد ميت نظرا القلة ديال الخبرة ديالها، حيت اول مرة غادي تولد. هزات داك الدريري الصغير مشات ديريكت للسرجم وهي ترميه. هاد الحادثة هادي ماشي هي الاولى ولا الاخرى في هاد لوطيل. في مدينة لوس انجلوس الامريكية، وبالضبط في واحد الشارع سميتو ماي ستريت، كاين واحد لوطيل سميتو ستي اومين او لا سيسيل. هاد لوطيل هادا الا شفتيه من الاول كيبان لك بلي اوطيل ديال الناس الدراوش، ديال الناس اللي على قد الحال. البني ديالو قديم ومبني بالسيما والياجور، ومن الداخل مصمم بواحد التصميم كلاسيكي. كيف ما كتدخل كتلقى لا صال ديال الريسبسيون مزينه بالرخام، ولكن من مور هاد لوطيل قصص واحداث اللي مستحيل ينساوهم الناس ديال لوس انجلوس. السميه ديال لوطيل ما كانتش ديما هي ستي اومين، هاد السميه هادي اللي الله ذكرت دابا هذا غير اسم حاولوا يديروه باش يبتعدوا على تاريخ الكحل ديال هاد لوطيل. ولكن لوطيل لصقات فيه السميه الاولى ديالو اللي هي سيسل، حيت لحد الان ما كاينش اللي كيعيط ليه بالسميه ديال ستي اومين. هاد السميه هادي اللي كانت شهراتو بالاحداث المميته اللي وقعوا فيه. فندق سيسل تبنى في سنه 1924، تبنى في الاول على اساس انه يستقبل رجال الاعمال والسياح. هاد لوطيل هذا اللي كانت فيه 700 شومبر في الاول فاش يلاه تبنى كان مزين بالزايد، ما كاين غير رخام وشمن كياز الليج، وفيه من الديكورات اخر ما غنات ام كلثوم في ذاك الوقت. ولكن المالكين ديال هاد لوطيل ما توقعوش باللي العالم غادي يدوز من ازمه اقتصاديه اللي كانت خانقه في الثلاثينات والاربعينات. هاد الازمه هادي اللي حولات ديك المنطقه فاش كاين داك لوطيل من منطقه راقيه لمنطقه كيتجمعوا فيها الالاف ديال الفقراء والمتشردين، الشيء اللي خلى هاد لوطيل هذا يتحول من مكان فاخر لمكان كيتجمعوا فيه الناس المجرمين والقتاله والبزنازه ديال الغبره وكاع الطبقات الكادحه في المدينه. هنا غتبدا كثره القيل والقال على هاد لوطيل، كاينين الناس كيقولوا باللي راه لوطيل مسكون، وكاينين الناس اخرى كتقول باللي هاد لوطيل ملعون. راكم عارفين القور كيامنوا بداكشي ديال اللعانات، ولكن مهما كانت النظريات كتختلف على هاد لوطيل كيبقى عندها اساس واحد، واللي هي هاد لوطيل هذا فهاد السنوات اللي فات مات فيه بزاف ديال البشر، الشي اللي غيخلي الاسم ديال هاد لوطيل اللي هي السيسل الا ذكرتيها قدام بنادم تما بحال الا ذكرتي الاسم ديال الموت. هاد لوطيل هذا شهد بزاف ديال الانتحارات والاعتداءات والجرائم ديال القتل. غنردو الزوم اللور باش نرجعو لاول حادثه وقعت فيه واللي كانت في 1932، واللي هي الحادثه ديال الانتحار ديال واحد خونا سميتو دبليو كيرتن. هاد خونا هذا نهار بغى يريزيرفي في لوطيل، ريزيرفا بواحد الاسم مستعار، ريزيرفا بسميه ماشي ديالو، وفي الصبحيه ديال الغد ليه لقاو شارب السم. هاد الانتحار ديال هاد خونا كان هو البدايه ديال السلسله. لوطيل غيكتسب من بعد واحد الشهرة كبيرة في المجال ديال الانتحارات، واللي كانوا الأغلبية كيختاروا نهاية وحدة، واللي هي كيريح بنادم في الشومبر ديالو حتى كيسخن عليه راسو وكيبان ليه غير السرجم قبالته وكيمشي كينقز منه. ومن أشهر هاد الانتحارات هي ديال واحد ختنا اللي سميتها باولين نورتن. هادشي كان في 1962، ختنا كانت هي وراجلها كانوا مغانين ومخاصمين. واحد اللحظة راجلها دار هو يلقاها نقزات من السرجم، وفي نفس الوقت ملي ختنا لاحت راسها كان واحد خونا عدو شي 60 عام كان غادي في الشارع قبلت داك لوطيل. ختنا جاية من السما وهو غادي ما عليه ما بيه في الارض.
ايوا من ظهروا العوج ما جات ختنا غير فوق راسه، وتما داتو معاه في البلاصه للمقابر. ومن غير الانتحارات لوطيل كان مشهور حتى بالجرائم اللي وقعوا فيه وفي المنطقه اللي دايره به، بحال الجريمه ديال القتل ديال واحد السيده سميتها جولدي اوزغيد. هاد ختنا هادي كانت كبيره في السن، كانت عزيزه على الناس اللي في المنطقه، كانت معروفه باللي كتهلا في الحمام وكتعطيهم ياكلوا. كانوا كيقولوا باللي اعنف حاجه كانت كديرها هاد المراه هو ملي كتحط الماكله كتبقى تجري على الحمام الكبير باش تخلي الحمام الصغير ياكل باش ما يعرفوش عليهم في القص. جولدي غيلقاو الجثه ديالها في واحد الصبحيه في 1964، وفين هادشي؟ في واحد الشومبر من الشنابر ديال اوتيل سيسل. تقرير ديال الطب الشرعي قالوا باللي جولدي تعرضت للاعتداء والضرب، ومن بعد الطعن والخنق، ومن بعد الفضات نفاسها الاخرى. هاد الجريمه هادي ما تحلاتش الى يومنا هذا. الاوتيل ديال سيسل اكتسب حتى السمعه ديال انه الملجأ المفضل ديال القتلة المتسلسلين، بحال هاد السفاح هذا اللي كانت سميتو ريتشارد راميريز. خونا سكن في هاد الاوتيل عامين، وفي هاد العامين هادي طيح 13 بطانه، قتل 13 واحد. وكان ديما ملي كيسالي شي جريمه دارها كيحيد الحوايج اللي كيكونوا عامرين بالدم وكيلوحهم في البركاسات ديال الاوتيل، وماشي غير بوحدو. كان هاد خونا هذا اللي سميتو تا هو جاك انتر ويجر، تا هذا قال لهاد الاول ما عرفتي والو. خونا كان تا هو مقيم في نفس الاوتيل. انتر ويجر كان مهووس بالقصص ديال الجريمه والسفاحين، وكيقولوا باللي اختار الاوتيل ديال سيسل كمقر ليه اقتداء بريتشارد راميريز. خونا تا هو قتل 3 ديال الناس في الفتره اللي كان فيها في الاوتيل. هاد القصص كامله والاحداث اللي داز فات سيسل خلات بزاف ديال الناس يقولوا باللي راه الاوتيل مسكون بالجين، ولكن القصه اللي كانت شهيره في هاد الاوتيل هي القصه اللي دازت في 2013، واللي هي حادثه موت إلي سلام. هاد القصه هادي اللي غادي تكون اشهر حادثه دازت في سيسل، هادشي بسبب الغرابه ديال داكشي اللي شدات الكاميرا لختنا. هادشي اللي شدات الكاميرا خلات الناس يامنوا باللي راه بصح كاينه شي حاجه خارقه للطبيعه في هاد الاوتيل. إلي سلام كانت واحد طالبه كنديه، وفي 2013 ملي وقعت الحادثه كان في عمرها 21 سنه، ومن ظهرها المخبل كانت مقيمه في هاد الاوتيل الملعون. ختنا كانت جات مسافره لميريكان بوحدها، ولكن كانت ديما اون كونتاكت مع العائله ديالها اللي في كندا، ولكن فجاه غبراتو ما بقاتش كتواصل مع العائله ديالها في 31 في شهر 1 2013. وهذا التاريخ هذا كان من المفروض يكون اخر نهار عدها في ميريكان. العائله ديال اليسا حسات باللي شي حاجه ما هياش واقعه لبنتهم ملي ما بقاتش كتجاوب في التليفون وما بقاتش اون كونتاكت معاهم. الشيء اللي خلى هاد العائله هادي تصل بالبوليس ديال لوس انجلوس وتبلغهم باللي كاين. البوليس غيبداو يقلبوا على اليسا جوج سيمانات وهما تيقلبوا، واستعنوا حتى بالكلاب البوليسيه. بداو البحث ديالهم في لونتوراج ديال الفندق وفي الفندق بنفسه، بداو تيسولوا المحلات اللي قراب للوطيل، وبداو تيسولوا الموظفين اللي خدامين في داك الوطيل. بداو كيقلبوا على شي دليل اللي يوصلهم لإليسا، وفعلا لقاو زوج ديال الحوايج. الحاجه الاولى هو واحد البيبليوتيك، واحد المكتبه كانت قريبه للوطيل. قالت ديك السيده اللي كانت مقابلاها باللي إليسا جات لعدها وخطات عدها شي روايات وشي كتب كضوات للافامي ديالها اللي في كندا. مولات المكتبة قالت لهم باللي جات وكتضحك، وجات ما بيناش فيها شي حاجة غريبة، وكانت كتوجد باش ترجع في حالها لكندا. اما الدليل الثاني اللي غيلقاو البوليس واللي غيكون مرعب وما مفهومش، واللي هو التسجيل ديال الكاميرات السانسور ديال داك الوطيل. وانتم اخوتي تفرجوا مزيان في هاد التسجيل هذا. كيبدا التسجيل بإليسا دخلات للسانسور، وهنا غيبان باللي كانت خايفة ولا كانت كتخبى من شي حاجة شنا هي الله أعلم. وهنا غيبان باللي السانسور كان ما خدامش في ذاك الوقت، حيتاش الباب ما بغاش يتسد في قاعد الفترة اللي كانت الكاميرا كتفيلمي. الفيديو اللي شدات الكاميرا فيه شي 4 دقائق تقريبا،
وهنا إليسا غتبان فيه باللي كدير شي تصرفات غريبة وما مفهوماش. هنا كيبان باللي كتحاول تشوف شي حاجة ما عرفتش شناهي، او لا كانت كتحاول تأكد باللي ديك الحاجة كانت باقية في ذاك الكولوار ديال لوطيل. كتخرج من السانسور كتبقى تطل في ذاك الكولوار، كانت بحال الا كترعد وخايفه. من بعد كترجع تاني للسانسور وبدات كتكليكي على زرارو بطريقه عشوائيه، هادشي اللي كيبين انها كانت كتحاول باش تخدم داك السانسور. الى الساعه والتاني غادي تخرج من السانسور، وهنا هاد المره غيكون هادشي اللي كدير في شكال. بدات كدير شي حركات بيديها، شي حركات اللي غراب وغراب بزاف، كانت كتبان بحال الا كتلاغي ولا كتشير ولا ما عرفتش كدير كاع لشي حد ما باينش على الكاميرا. ومن بعد غادي تمشي تحيد من حدا السانسور، وهنا غيرجع يخدم غير بوحدو. البوليس ديال لوس انجلوس نشروا هاد التسجيل ديال هاد الفيديو في الانترنت. هاد الفيديو هذا غيجيب الملايين ديال المشاهدات. اختلفوا النظريات على التصرف ديال إليسا في الفيديو، كاينين بعض النظريات كيقولوا باللي كانت كتحاول تخبى من شي حد باغي اديها، كاينين نظريات اخرين كيقولوا باللي راه كانت مهلوسه، كانت واكله شي حاجه ما هياش، كانت تحت تاثير المخدرات، ونظريات اخرين كيقولوا باللي راها ما هياش نفسيا. هادشي من غير النظريات اللي كانوا كيفسروا باللي هادشي اللي في الفيديو عدو علاقه بالجن والاشباح. ومن بعد ايام عديده على النشر ديال هاد الفيديو، بداو بزاف ديال الناس اللي كانوا مقيمين في هذاك الوطيل كيتشكاو من الماء اللي كان كينزل عندهم للشومبر ديالهم. كيقولوا باللي الماء اللي كينزل عندهم في لافابو باللي راه ضعيف، ما كينزلش مزيان كيف كان في الاول، والماء تبدل عليهم لا في المذاق ولا في اللون ولا في الريحه. هنا الموظفين اللي في الوطيل صيفطوا واحد من العمال ديال الصيانه للسيتيرنات اللي كاينين في السطح ديال الوطيل، السيتيرنات اللي كيكون فيهم الماء، الماء اللي كيشربوا الناس وكيدوشوا به في لوطيل. المعلم طلع للسيتيرنا باش يقلب شنو كاين، وهنا غادي تكون المفاجاه. خونا غيلقى الجده ديال إليسا في واحد السيتيرنا من السيتيرنات ديال الماء اللي كانوا في سطح لوطيل. ومن بعد ما خرجوا الجده وداوها للطبيب الشرعي، ما لقاو حتى شي دليل باللي راه إليسا تعرضت لشي اعتداء ولا على شي عنف جسدي. وحتى في التحاليل بان باللي ما كاين حتى شي اثار ديال انها تعاطت لشي مخدر. البوليس اعتبروا باللي الموت ديال إليسا لام حادثه او انتحار، وقفلوا الدوسي. والى يومنا هذا ما كاين حتى شي توضيح ولا تفصيل من الشرطه ديال لوس انجلوس على كيفاش وصلت إليسا حتى لديك السيتيرنا الفوق وحلات بابها اللي كان مسدود ومسورت بالقفل، وملي تلاحت عاود سداته ولا كيفاش دارت. كانت هادي اخوتي هي حكاية لوطيل الملعون، حكاية اخطر وطيل في العالم. فالقصة الماجية غتكون عسكرية ان شاء الله بناء على الطلب ديالكم. فاش غنقول لكم، هاد الايامات نعستو شوية تاني ولكن ماشي مشكل. فاللي وصل الفيديو تا لهنا بالطابة دير لايك باش تسيبورتي الفيديو، وإلا كانت عندك شي حاجة ما تقولها له حالي في كومنتير. وهذا ما كان أخوتي، تهلا.